واحد بيقول ما هو علاج الفتور في الصلاة؟ أول حاجة إن إنسان بيجي يصلي من مشاغل العالم مرة واحدة يقف قصاد ربنا، مفيش فترة تمهيدية روحية علشان تمنع فكر العالم من قلبه ومن ذهنه. فنصيحتي علشان الصلاة بتاعتك تكون صلاة روحية كويسة، ما تبتديش من مشاغل العالم الصلاة على طول. اقرأ في الأول كتاب روحي، ترتيلة، أي حاجة كده تمهيد روحي، قراية في الكتاب المقدس، لغاية لما توجد لنفسك جو يختلف عن جو العالم اللي خرجت منه. ثاني حاجة، كتير من الفتور ان الانسان بيصلي بدون روح، بدون فكر، بدون تركيز، بدون محبة، او جايز يصلي وهو مشغول بموضوع معين سرحان جوه ذهنه ومش قادر يخرج منه، او جايز محبته لربنا قليلة، او جايز خطية مسيطرة عليه. لكل كده بتيجي نواحي الفتور في الصلاة. عايز تعالج الفتور، تدخل في محبة ربنا، تبعد نفسك عن السرحان، ما تنتقلش انتقال فجائي من مشاغل العالم للصلاة، ومع ذلك قاوم الفتور. الإنسان اللي في حال التوبة صلاته ما بتبقاش فاترة، لكن اللي ما وصلش للتوبة ممكن صلاته تكون فاترة.